بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو جديد في المعالجة الحرارية عملي. دي درجة حرارة عالية، ظهر عالي لونها أبيض، تدل على درجة حرارة عالية حوالي 1200 درجة مئوية، وده ثرموكابل يقيس بيه درجة حرارة في الفرن. وهنا بعد ما رفع الشغلة وبردها في الزيت، ده هنا بعد ما برد الشغلة نهائي هيطلعها كده يكمل الهواء.